مجاله وهي أجل المجالس ولدت في الأرض على الإطلاق. فخير مجلس مجلس تذكر فيه الله تبارك تذكر فيه الله تبارك وتعالى وتتعلم كتابه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. خير هذه الأمة الذي يتعلم القرآن لفظا ومعنا ويعلمه غيره. فهذا هو أفضل المنازل وأفضل المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على تعليم الصحابة رضي الله عنهم معاني القرآن، كما كان حريصا على أن يعلمهم لفظ القرآن. وكذلك الصحابة علموا التابعين معاني القرآن كما علموهم ألفاظ القرآن، بل هو أولى أن يتعلموا معاني القرآن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فهي خير المجالس، المجالس التي نتعلم فيها كلام ربنا وما الذي يريده الله سبحانه وتعالى منا، وما الذي يريد أن يقوله لنا في هذه الرسالة العظيمة الخالدة التي ختم بها رسالاته وأنزلها على أعظم البشرية صلى الله عليه وسلم. وقف بنا الحديث في قصار الصور إلى سورة الماعون. سورة الماعون هي سورة قيل أنها مكية، أي نزلت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وقيل أن نصفها مكي ونصفها مدني، نصفها مكي ونصفها مدني. نصفها من قوله تعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. هذا النصف الأول منها نزل في مكة أو قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. ثم النصف الآخر: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. تكلمت عن المنافقين فنزلت في المدينة، لأن ظهور المنافقين كان في المدينة المنورة ولم يكن في مكة. فهذه الآية تحدثت عن صنفين أو فريقين من البشر. الفريق الأول فريق كافر جاحد بالله تبارك وتعالى، مكذب بيوم الدين. وفريق آخر من الذين يدعون الإسلام ظاهرا ويبطلون الكفر باطنا، وهم المنافقون. ولا يقصدون بعملهم وجه الله، بل هم مراءون كما أخبر الله عنهم في سورة النساء. فأما الكافرون الذين هم يكذبون بيوم الدين، فجحدوا نعمة الله عليهم، فكفروا بالله وكفروا بيوم الدين الذي هو اليوم الآخر. بل وصل بهم الحال في الخسة أن جحدوا حق العباد، فجعلوا يدعون اليتيم، أي يزجرونه وينهرونه ويذلونه ويمنعونه حقه، بل ولا يحضون على طعام المسكين، يعني ولا يحثون أنفسهم ولا غيرهم على أن يطعموا المساكين. فجحدوا نعم الله أو حق الله وحق العباد. والفريق الآخر هم المنافقون، كانوا لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، وهم يراؤون الناس، لا يذكرون الله إلا قليلا كما أخبر الله عنهم في كتابه. فهذا الصنف توعدهم الله سبحانه وتعالى بالويل، والويل كما سنعلم أنه واد في جهنم يسيل من قيح وصديد أهل النار عياذا بالله. فهؤلاء لهم الويل لأنهم يؤخرون الصلاة عن وقتها، ولا يصلونها إلا في آخر الوقت وأحياناً عندما يخرج وقتها. الذين هم عن صلاتهم ساهون لا يبالون، الذين هم يرؤون ويمنعون الماعون أيضاً، وعندهم صفة خسة ودناءة أنهم يمنعون حق العباد. إذا طلب منهم أحد المساعدة في الماعون من القدر ومن الأشياء التي يطبخ بها في البيت يمنعونهم حقهم كما سيأتي معنا. هؤلاء هم المنافقون، وكان حالهم في المدينة مع الصحابة هكذا.
فأخبر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كان المسلمون يستعيرون من المنافقين الدلو الذي يشربون به، والقدرة يعني الشيء الذي يطبخ فيه، والفأس وشبهه، فيمنعونهم فأنزل الله ويمنعون الماعون. قال الله سبحانه وتعالى في مطلع الآية في مطلع السورة مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيت، أي أرأيت يا رسول الله، أرأيت يا محمد صلى الله عليه وسلم الذي يكذب بالدين؟ وهذا الاستفهام استفهام للتعجب، فما صنيع هؤلاء؟ ما الذي يفعلونه؟ أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدع اليتيم. وقيل أن هذه الآيات نزلت بمكة في العاص بن وائل والوليد بن المغيرة أبو خالد بن الوليد وأضرابهم من عتاة قريش وصناديد قريش الذين كانوا يسلكون هذا السلوك، فتوعدهم الله سبحانه وتعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين، يكذب بيوم القيامة، أرأيت ما في قلبه من غلظة وقساوة بسبب كفره بالله واليوم الآخر؟ فهو يدع اليتيم، لا يرحم اليتيم الذي هو أقرب إنسان يرحمه أي أحد. فأنت إذا علمت أن طفلا يتيما مباشرة يرق قلبك، لأن فيك رحمة، لأن فيك إيمان، حتى ولو كان إيمانا ضعيفا. أما هؤلاء الكفرة الذين كفروا باليوم الآخر ليس في قلوبهم حتى الرحمة الذين يرحمون بها اليتيم، فيمنعونه حقه ويزجرونه. فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض، ولا حتى يعني يحث نفسه ولا يحض غيره على إطعام المساكين، ولا يحض على طعام المسكين. ثم انتقل بعد ذلك إلى المنافقين في المدينة وحالهم، قال: فويل للمصلين. فويل للمصلين أي المنافقون المصلين، وليس كل المصلين، فلا يسمع أحد هذه الكلمة فيقول فويل للمصلين. وهنا حصل اختلاف عند القراء في الوقف، هل نقف على فويل للمصلين؟ فالمعنى سيكون كل المصلين لهم الويل، أم نصل فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون؟ فعند القراء الذين عدوها آية يقفون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف عند رأس كل آية. وفي العد الكوفي عند أهل الكوفة، قراء الكوفة وهم الكسائي وحمزة وعاصم، كانوا يقفون، هذه آية عندهم رأس آية، فممكن نقف فويل للمصلين. والكسائي من هو؟ إمام أهل الكوفة في اللغة، ومع ذلك اعتبرها رأس آية فويل للمصلين، لأن التكملة تأتي في الآية التي بعدها الذين هم، والذين هذه صلة، والصلة لها علاقة بالموصول الذي قبله، الذين هم يعني المصلين الذين هم، من هم صفتهم؟ ما هي صفتهم؟ الذين هم عن صلاتهم ساهون. ومنهم من قال لا، لابد أن نصل حتى يكتمل المعنى، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. هؤلاء هم المنافقون المصلون المنافقون الذين هم يؤخرون الصلاة عن وقتها حتى يقترب من نهاية الوقت أو يخرج، فيجعل ينقرها نقرا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ينتظر يراقب الشمس حتى إذا يعني في وقت العصر، حتى إذا اصفرت الشمس فمالت إلى الغروب وذهب شدة ضوءها، يتذكر صلاة العصر وما بينها وبين الغروب سوى دقائق معدودة، فهذه صلاة المنافقين الذين هم عن صلاة، إلا إذا كان من عذر، طبعا إذا كان معذور من مرض أو نوم أو سهو، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون، فتجد المنافق يأتي إلى الصلاة لكي يقال عنه أنه مصلي، يزكي يقال عنه أنه مزكي، يدفع عن نفسه شبهة أنه ليس مسلم، ويعصم دمه وماله،
لأنه لا يستطيع أن يجاهر بالكفر، وإلا استحل دمه وماله، لا يحل دم امرئ مسلم إلا من ثلاث. فهذا يعتبر يقول أني مسلم وأصلي معكم رياء حتى لا يهدر دمه، ولكنه في باطنه يبطن الكفر ويحب الكافرين ويوالي الكافرين عياذا بالله. لذلك الله سبحانه وتعالى ذكرهم في سورة النساء بعدما ذكر حالهم مع الصلاة، وأنهم لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا يذكرون الله إلا قليلا، قال أنهم في الدرك الأسفل من النار، يعني في أشد درجات النار توهجا ولهيبا، في الدرك الأسفل، لأن النار تغلي من تحت إلى أعلى وليس العكس. فأشد درجات التوهج النار والعياذ بالله أسفل الدرجة، أسفل الدركات. فهم في الدرك الأسفل من النار لصنيعهم هذا وتلاعبهم بالمسلمين واستهزائهم بدين رب العالمين. فهم لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا يفعلون أي فعل إلا وهم يراؤون، ويمنعون الماعون، كما مر معنا من حديث ابن مسعود أن الصحابة من المسلمين كانوا يسألون جيرانهم المنافقين الماعون القدر والدلو ونحوه، فكانوا يمنعونهم. لماذا؟ لبغضهم المسلمين، وهذا أكبر دليل على أنهم يبغضون المسلمين هؤلاء المنافقين، ولا يريدون للإسلام أن يعلو، بل يبغضهم صورة الإسلام. تراه يحارب الذي يظهر عليه شكل الإسلام، الذي يطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويعفي لحيته، يبدأ يدخل في قلب هذا المنافق البغض، ويبدأ يكرهه، يريد أن يصطد له المعائب حتى يوقعه، وحتى يسخر منه، وحتى يشوه صورة الإسلام من خلاله، ويبغض ويكره إذا المرأة المسلمة العفيفة الطاهرة غطت وجهها وأرادت أن تنتقل. هؤلاء هم المنافقون، يبغضون الإسلام وصورة الإسلام. وهؤلاء قال الله عنهم في سورة محمد للنبي صلى الله عليه وسلم: ولتعرفنهم في لحن القول، ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. يتبين المنافق من فلتات أقواله ومن فلتات لسانه، تعرف أنه مؤمن صادق ولا منافق يبغض الإسلام والمسلمين وأهل الدين والمتدينين، عافانا الله وإياكم منهم. فذكر لهؤلاء المنافقين ثلاث صفات: أنهم كثيرا ما تفوتهم الصلاة ويخرج وقتها، وهذا أغلب حالهم أنهم لا يصلونها إلا عند خروج وقتها أو قرب خروج وقتها. وذكرهم بوصف ثاني، وهم يراؤون المؤمنين في كل أفعالهم كما مر معنا. ووصف ثالث وأخير أنهم يمنعون الماعون، فإذا استعارهم مؤمن معونا للحاجة لا يعيرونه، ويتعذرون بالمعاذير الباطلة والحجج الواهية. ما يستفاد من هذه السورة الكريمة؟ تقرير عقيدة البعث والجزاء. أرأيت الذي يكذب بالدين، والدين هو يوم الجزاء ويوم الحساب. وثانيا أن قلب أيما قلب خلع من عقيدة البعث والجزاء، يعني عقيدة اليوم الآخر، صاحبه يكون شر الخلق ولا خير فيه البتة، كما مر معنا من غلظ قلبه وقسوة قلبه، وما يفعله بأشد الناس رأفة ورفقة هم اليتامى. ثالثا التنديد بالذين يأكلون أموال اليتامى ويدفعونهم عن حقوقهم استصغارا لهم واحتقارا، فهذا فعل من أبشع الأفعال وأشنع الأفعال. ورابعا التنديد والوعيد للذين يتهاونون بالصلاة ولا يبالون في أي وقت صلوها، وهو من علامات النفاق والعياذ بالله. وأخيرا منع الماعون من صفات المنافقين، والمانع لما المسلمون في حاجة إليه ليس منهم، لأنه لا يهتم بأمر المسلمين. ونكتفي بهذا القدر، ونقف عند سورة الكوثر، وإن شاء الله تعالى في اللقاء القادم ندخل على سورة الكوثر، ونحاول أن يعني نمضي سريعا لأن تأخرنا في قصار الصور. ولكن العبرة ليس بأن احنا يعني إيه نمر على الآية هكذا مرورا سريعا، نريد أن نقف عند الوقفات اللازمة في كل سورة بقدر الإمكان، نأخذ منها العبرة والعظة، لقوله تعالى:
أفلا يتدبرون القرآن؟ وقوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.